ايه مالك يا معلم؟ في ايه من اولها كده؟ في حد واقف لنا على الباب؟ انت بتضحك ولا بتعيط؟ طيب طب احنا ندخل هنا، ندخل هنا بسرعة. نعمل ايه؟ مفيش عناصر. هات ده وربنا ما اعرف. أكيد مش هننفع نستخدم ده هنا. أي حاجة، افتح التراك دي. نفتح له طيب؟ أكيد من بقى يعني. أنتوا مدين لي أوضة 2 متر ونصها ضلمة أدور فيها على حاجات؟ شغل طيب التلفزيون تاني نوم. ايه ده؟ نور هنا شوي. ايوه في حاجة هنا. ايوه المقبض اهو. نعمل بيه ايه بقى؟ هنا تقريبا. ايوه هتخرجنا البتاع دي ولا لا؟ دي هي فيها حاجة. ماشي ايوه، ناخد البتاع ده ونطلع نهرب بيه. شيل الخشب يا مدير. تاني تاني يا عم، انا عارف ان انا مش ابنك والله، انا لسه داخل اللعبة حالا. هيجي ورانا دلوقتي يسحب اللي جابونا. بدأنا. I gotta get out of here. أيوة نعمل إيه هنا بقى؟ I won't be able to go back. نرجع؟ مش شايف حاجة. افتح يا عم الباب. كل دي ترابيس؟ يقول لي دور على المفاتيح بقى دلوقتي. يا نهار ازرق، الراجل اللي بيجري ورانا ده عصبي قوي. انت هتفتكر لسه ايه ده؟ يما طب ايه، نرجع من هنا تاني؟ طيب حاجات عمالة تتغير. لا ايه ده؟ يما مين دول كمان؟ ده جدي ده؟ ايه ده؟ برشوا حاجة للصراصير دي، بلاش قرف. والصور كلها للولية ديت اللي من غير عينين. هدية؟ ده وقت هدايا؟ كاميرا. ماشي، هي اللعبة دي شكلها معتمدة على الكاميرا دي. بدأنا أرقام سرية. ماشي، جميل خالص، مش فاهمين أي حاجة. طب استنى كده، يمكن الصورة دي مكتوب في ظهرها رقم ولا حاجة. أيوة إيه ده؟ إيه بتعدي اليوم؟ 1968.
1968. 1000 صح كده؟ خد اعمل ايه بقى؟ ايه مش صح ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه في ايه؟ لا بص انا مش مستحمل اي حاجة، خلاص بقى ام القفل ده. ايه ده يعني؟ اطلع بقى من هنا خلاص، انا مش عايز اطلع بصراحة، الأوضة فيها نور. يا نهار اسود، في ايه؟ والله ما عملت حاجة، انا اخدت صورتين بس. ادي ام الساعة، الساعة بقت كام يا عم؟ مفيش ساعة اصلا، ماشي احسن. مش ده مش عايز يتفكر كده، الارقام مش صح. مفيش اي ارقام سرية مكتوبة على حيطة اي حاجة. نعلق الصورة هنا، احنا لسه هندور لك على مسمار كمان، ما ناخد لك الشقة محارة بالمرة. دي أم الساعة اللي عمالة تظهر كل شوية دي. أيوة هات المسمار ده أهو، ماشي هات. يا نهار أزرق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دخلت جوا الحيطة. أعصابي راحت في داهية. حط يا عم المسمار، وادي أم الشاكوش، وادي أم الصورة المعفنة هي علقناها. منورة جدي. أيوة وريني كده الإدراج. مفتاح أنهي داهية بقى ده؟ انا خدت دلوقتي حاجه اكيد هيطلع لي اي بلوه سودا تضرب في وشنا دلوقتي. الاصوات دي انا مش ناقص، لا والنبي انا اعصابي على تكه. يا جدي وحياة امك، البيت ده فيه ايه؟ لا بقى لا بقى، ببان تتفتح وببان تتقفل، وانا مش قاعد بترعش لوحدي اصلا. خد لك صورة جدو. يا نهار اسود، طبعا غشيتها عشان ايه؟ محدش يفتكر اني عبقري باب زخر. منورة جدي. ايه ده؟ جدي طالع بيشاورني في الصورة، شكرا، دي مساعدة من جدي على فكرة. طبعا بستخدم مفتاح مش محتاجة. اهلا. What the hell has dad been doing here? مش عارف والله، ابوك تقريبا مجنون. نقفل على الباب عشان ابوك المجنون ما يجيش ورانا. كبريت ده ولا هنولع في مين؟ لا ده مفتاح جوه الكبريت. ده انت ابوك مجنون فعلا، بيحط المفاتيح في علب الكبريت. طب ده بايظ، ده مش هشتغل. ايوه هنا ماشي. ابوك شايل ورث يالا في الخزنة ولا ايه؟ خز my notebook. So dad's the one who took it away from me. انا قلت لك ابوك مجنون، توقع منه اي حاجه. ايه ده بقى؟ Dad said he was repairing grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? لا احنا نمسك ابوك ونقرره بكل حاجة. ابوك شكله عامل مصيبة هنا. Grandpa's house. I haven't been here since he died. انت
طب بتعيد الشريط من الاول ولا يعني عارفين ان هو بيت جدك؟ بعدين بقى نجري ولا ايه؟ نهار اسود، التمثال ده تقريبا. في جنريتور فعلا. نعمل ايه بقى؟ بايظين مش شغالين. بس كده؟ طيب طب الحمد لله طلعنا مهندسين كهربا كمان. اكيد في حاجة هنا مش معمول للفراغ المكان ده. طيب ان شاء الله هنلاقي طريقة، ما تخافش انت، بس يا رب ايه نلاقي طريقة قبل ما انا اموت مرعوب. ماشي، حط هنا الشريط بقى. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, it becomes a parasite. طلع بيحضر عفاريت البيت. طلع بيحضر عفاريت وبيجيب شياطين البيت. ماشي. Every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak about various procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. And before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. شفتهم انا الصراصير. Steer clear of the insects. ايه ده بس كده؟ There's just no way I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I gosh, my head. انا ممسوسين من الشيطان بجد ولا باب احمر بسرعه حد يجيب له باب احمر. Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. روح فين؟ روح فين بالنصيبه دي؟ Could it be the basement door? تقريبا كده. المفروض نروحه يعني. كانت ناقصة هي بيسمنت كمان. تقريبا الباب الأحمر من هنا.
من غير جمب سكير والنبي. ايوه القرف ده. صورها يعني. يا نهار اسود. لا هاتها الصورة عايزها. فين؟ اه تقريبا بيجيب لي صورة من الماضي من ساعة الحادثة بتاعت الحاجات اللي احنا مش فاهمينها خالص. ماشي. ايه ده بقى؟ What? ايه What is المكان ده؟ this place? ايوه بالظبط زي ما انت قلت. This is impossible. What's wrong with me? ايه الحاجات دي؟ Those symbols. اه رموز. فكينا احنا I've seen الارقام them عشان before. تجيب لي رموز. انت شفتها قبل كده؟ طب انا مشفتهاش. تقريبا كده الرموز دي في الحيطة اللي مرسوم عليها النجمة الخماسية. اروح اتأكد. ايوه هنا. واحنا نصورها بقى. ايوه عشان كده بيحصل زلزال لما بنيجي نصوره. انا مصورها قبل كده. ايه الغباء ده؟ ايه اللي رجعني المشهور ده تاني؟ مش تمام. صورنا الصورة. هاتلي بقى كده الاقفال وريني الصورة بس الاول. وين يا عم الصور؟ ماشي. القفل اللي على اليمين قطرة قطرة الماء اللي بتقع دي. أيوة دي. والقفل اللي هنا رقم 2 تقريبا. رقم 2. وهنا كان كوكب زحل ده مش عارف ايه ده. ماشي. ايوه. لا والنبي يا ريتني ما فتحته. طيب انا اسف. اصور كده. طيب يا نهار اسود. والله ما كان قصدي حاجة. هما اللي قالوا لي صور. اقفل اللعبة. طيب ولا اعمل ايه؟ شكلي هندم ان انا نازل في البتاع. اه متوقع عادي. انت اللي همك الريحة؟ انت اللي همك ان المايه مقفنة؟ احنا هنتفشخ دلوقتي يا ابو. سايب كل ده ويقول لك الريحة والمايه معفنة. مش مشكلة هات. ايه المكان ده؟ ايه ده؟ عامل بيه ايه بقى الجهاز ده؟ ايه؟ هنتفشخ دلوقتي؟ انا خايف اطلع بره البتاع الخط. اه مش هيطلعني اصلا. في ايه؟ مش فاهم انت بتقول ايه. اقف في حتة فيها شبكة. اه تقريبا انا اللي اقف في حتة فيها شبكة. هنا الصوت بيبقى عالي. ياما وحيط امك وحيط امك. انا بخاف من اي حاجة. اللي طلع يجري قدامي ده وريني صورته. اصور تاني يعني.
يا أمّا يا أمّا يا أمّا أبوس إيدك ما تقتلنيش. ده الصورة بتعمل كده ليه؟ عفاريت بقى والشغل ده؟ راديو بوز. حصل ايه؟ بعدين بقى البير اللي احنا نزلنا فيه. بعدين بقى خلاص يطمنينا احنا نزلنا في ايه بالظبط. ايه ده بس خلاص كده؟ ماشي كملناها واحنا نازلين، مش هو ده المهم. بعدين يا نهار اسود احنا في مستنقع اشلاء. ايه ده؟ ايوه شايفهم فعلا، البت ما بتكدبش. يا رب اعرف اخرج انا اصلا. وبعدين وانا كمان والله وانا كمان. هتقول حاجة تاني ولا ماتت البت خلاص؟ ماديسون دوري على ايه؟ طبعا عليا البت اللي ماتت دي اكيد ماتت. يا نهار اسود، لا غباوه، لا غباوه، لا اوعى القوم عادي من هنا. والنبي لا، والنبي لا. لو عملت فيا اي حاجة اعيط، والله اعيط. يا ساتر. خلاص كده؟ ولا يلا بعدين؟ طيب بعدين نصور تاني. طيب يا ما يا ما يا ما والله. Why is this happening to me? لا هذه الصورة. هذه الصورة. يا ما لا يا أمك ما تبيش في حاجة غير فيك. بليز. البيبان الحمراء دي كلها، انا باب احمر واحد عمل فيا كده، دول هيعملوا فيا ايه؟ Is it possible that she's still alive? نفتح ده كده ونجرب حظنا. نفتح ده كمان. بص افتحهم كلهم عشان نروح في داهية مرة واحدة. والله لازم ادخل تقريبا. طب نصور ربط التصوير على جابه التصوير. يفتح كله انا عارف اخر باب هفتحه واروح في داهيه.
ايوه ايه ده بقى؟ ايوه انا عارف، انا الحركات دي بتاعت عارف انا الحركات دي قفلهم لي كلهم. طب بعدين ابص فوق طيب ولا اعمل ايه؟ اه عايزني اصور، وربنا وانا مصور دلوقتي هصور بعد كام ثانية كده اخد نفسي. اه ممكن اصور الباب اللي جاي منه الصراصير ده. يا نهار، اه هي الصراصير، هي الصراصير. احس انا قلبي حاسس. هات امك، كفاية كفاية والله اللي بتعملوه فيا ده، حرام. ياما مش ناقص، والله العظيم ما ناقص، انا خلاص اعصابي باظت. هتعملوا فيا اكتر من كده؟ انا هقفل يا عم. ما طب اسيبك دلوقتي واجيلك بعدين. احنا وصلنا للعليا الحمد لله، ما اعرفش ازاي، احمد ربنا. ايه يا جدي ده؟ يا جدي ايه اللي بيحصل تحت بيتك ده يا جدي؟ انا هسيب لك البيت وامشي، سلام، اكمل بعدين.